صباح الخير من أجمل أوتيل فيكي يا أردن. الله على القهوة. طب تعرف شو؟ وأنا وحدة. يسلموا. شو ممنوع لازم باليسار؟ لازم بإيدك اليمين. طب سوان نرجع هيك، نعمل هيك، ناخذ تمام؟ صح. جهزت اللازانيا، اجينا ناكل بلكاترينا وعملوا لنا اياها اليوم مسقسقه اكسترا كدلال، وجابوا لنا هي كمان، هي كثير بحبها، كثير طيبه. بروسكيتا، بروسكيتا هيك شيء. اليوم مو انت اللي جايبتيني، انا اللي جايبتيني. اي ماما، ماما بدها تاكل لازانيا. سافر قبل ما عيدها. يلا نقول بسم الله. وهي هي شو بدي اقول لكم؟ هلا انا بدك تصور، بدك تصور. صورت خلاص. اه يلا. اوف، مساء الخير. طبعا يا جماعه، احنا المره اللي فاتت جينا اكلنا لازانيا عشان ساره، فالمره دي خالته هي اللي ام ساره هي اللي قالت لنا لازم تيجي تاكلوا لازانيا قبل ما اسافر. مساء الخير. في حد اوريدي ابتدى وخلص الخبز؟ يلا بالعافيه، بالعافيه. تفضلوا. بالعافيه، تفضلي. تهددي؟ عم بتهددني على تفرجيكم صورة الديسبلاي بيكتشر تبعها مرة. بس شوفوا، ماما كانت حاطة صورة أخي على التليفون، فقلت إنه جيب، إيش معنى أخي؟ يعني ليش مو صورتي؟ أنت رح تغير الصورة. شوفوا الصورة. طب إحنا ليه نتخض؟ يعني مثلا دائما لو التليفون هيك، أوكي؟ يا ماما بسم الله. من غيرت. على فكرة بزعل. بزعل اذا بتشيلي شيء. اكزاكتلي. احيانا ببقى ماشي بدبي مول او شيء، بيجوا هيك بيقولي اما انا ساره، بالله بتمنى انا افتح الصوره واقول لهم شوفوا ساره، هي ساره. خلاص شو هن اوريدي بيعرفوني هيك. ها شو هاد؟ وما عم بسترجي شيء. لا قولوا، عملوا كل الوجوه. قولوا لساره قولي امك تغير الصوره، حطي لها صوره حلوه. لا الصوره كثير حلوه، هاي حلوه. ايه مع ناس. مو انا الحلوه بكل احوالي. بكل احوالك حبيبي، هي مو احالك. هذا بلا، هذا حال المجنون عندي. هذا انت اصلا عامله هيك. دائما بسال اوكي شو ابشع وش فيكم تعملوا. انا فيني اعمل وش كثير بشع، بس ما راح اعمله على السوشيال ميديا. بس اسلام كنت عم اقول له اعمل ابشع وش. لا انا عملتها خلاص. لا اعملها بليز. لا والله ليه توصلها؟ بس هو يعني ما بيقدر يعمل، يعني انا مراحلي كثير اوفر. انا راسي ما جابتش ان انا افكر ابشع حالي. انتوا بتعرفوا انه انا فيني اعمل سمايلي فيس بتمي؟ كيف يعني؟ شفتوا هاي الهيك مثل وقت يكون زي لو تبعت هذا لحظه. بقي تشنك والله. انا ما والله فيني اعمل. يا روحي عندي موهبه، هاي مواهب بس مدفونه لازم نضرب.